جامع احسان، جامع احسان لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرئيس الحفل الميمون وإخواني وزملاء المستمعين، أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لقاءنا اليوم بتوفيق الله حول عنوان أزمة الأخلاق. إخواني في الله، الأخلاق هي الصفات الأساسية التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فديننا دين الأخلاق والتسامح، ونبينا القدوة والمثل الأعلى الذي يحتذى به بالأخلاق. فالأخلاق ثمرة من ثمرات الإيمان، لأنها تنبع من عقيدة وقلب سليم، وهي أساس التعامل بين الناس. وقال الشاعر أحمد شوقي: صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وقال سقراط: التربية الخلقية أهم للإنسان من خبزه وثوبه. إخوة الإيمان، نحن اليوم معشر المسلمين بأشد حاجة إلى الإخلاق الحسنة من كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده قوة الدليل وتأييد جبريل، ومع ذلك قيل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمسلم اليوم عنده كل شيء من الصلاة والصيام والحج والصدقات وغير ذلك، إلا الإخلاق الحسنة التي هي ميزة الإسلام والمسلمين. وأقول أخيرا: يمكن للإنسان أن يدخل قلوب الآخرين دون أن ينطق بكلمة واحدة، إذ يكفيه سلوكه الناطق بالصفات الكريمة والأخلاق الحميدة. الأخلاق أساس كل شيء، وعندما أراد الله تعالى وصف نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واكتفي بهذا القدر، جزيتم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.